موجود. انا شلون قلت له؟ رحت سوق على القيارة طققوا علي عبوة. يعني ذهب المنطقة القيارة طقوا علي عبوة داعش. هسه انتوا هنا شلونكم؟ مرتاحين؟ زين ليش ما قدرتوا تحاربوا داعش؟ قدرتوا تطلعوهم اهلكم؟ شنو كان شو يقولوا لهم؟ يقولون اللي ينهزم نذبح. اللي ينهزم يذبحوه. ياخذون بيت اهله وينجازي يروح. وين ما تريد تروح تروح. ايه اقوى خبزه. هاي الخبزه. من نقرا يقولون قميء جحيل ما يطلع منه. زين ماكو هواي عالم هنا قتلوهم؟ وشون؟ يقولون زت ابويا تبن طلع بالفره. هي قميء بعيدة هيك. هو منتسب خالي انهز راح على اربيل وراح وراح وكان يسوون بيته نفق بيت خال. شلون كان هنا التنظيم التكفيري؟ شلون شو يسوي لكم؟ والله الجام الطويل يقصونه والحذاء الجلد ما يقبلونه. حذاء الجلد؟ ايه. ليش؟ ما يقبلونه يقولون حرام. زين. بعد سولف لنا كانوا شو يسوون؟ كانوا كل شيء يسوون. مثلا يخلوكم تلعبون طوبه شيء؟ لا لا ما يقبلون. ما يقبلون. يعني ما اكو نزله. يضربك القناص. القناص وين كان؟ وين كان؟ بيا مكان؟ كل بهذاك البيت. هناك يعني مقابير الشرطة. زين انتوا هاي السنتين وين قضيتوها؟ شلون كنتوا؟ وين لعبتوا؟ والله ما تفتر نوبات تقعد بالبيوت، نوبات تفتر بالجري. يعني كهرباء اكو كل شيء اكو؟ كهرباء 5 امبيرات كل ساعتين. كل ساعتين 5 امبيرات؟ ايه. زين بالصيف شلون كان وضعكم؟ الحر؟ بالصيف من ما تجي القوة تعرف شوف شلون. زين هسه انت ايش قد عمرك؟ عمر 12 سنة. ايش تتمنى هسه انت؟ ستمنى ارجع على مدرستنا. يعني هسه انت ما صار لك سنتين ما مداوم مدرسة مو؟ ما تعرف تقرا وتكتب؟ لا ما. يعني هسه تتمنى ترجع للمدرسة؟ هاي أمنية طبعا بسيطة من طفل بريء حاب يرجع لمدرسته، حاب يرجع الرحلة الزملاء. شو تقول لآخر رسالة الداعش التكفيري؟ شو توجه لهم رسالة؟ أقول إن شاء الله ما يرجع. سولف لنا حبيبي شنو كان هنا؟ والله مره صعبه. ها؟ مره صعبه. سولف لنا شنو اللي اصعب شيء مر عليك؟ اذا مثلا اني اذا مطول البيجامه يقصونها. مثلا بنطلون لابس يقصونه. ليش فهد ليش يقصونه؟ والله ما ادري ايش خباثه. بعد؟ محرم. اي. زين. بعد سولف لنا شنو؟ وعنها الدشداشة يعني اذا طولها يقصونها. كل لازم قصيره الدشداشة؟ لازم قصيره. بعد واذا طول اللحيه يقصونه ويجلدونه. واللي يدخنها من يجلدونه. بعد 20 جلده مدري 50 يجلدونه. بعد ونوبات يعني هذا اللي يقص شعره هم يعاقبونه يجلدونه. زين انت يطول شعره. زين انت همين فد يوم كاتليك معاقبين؟ لا والله بس النوبات يطردونه من الفرقه ابن واقفين. يعني ما يحبون اطفال اللي يتجمعون بمكان واحد مو؟ ما يحبون. زين وين كنتوا تلعبون هاي القبل؟ هنا والله هذا الساحه. وهم يخلوكم تلعبون لو ما يخلوكم؟ نوبات اكو يزدوا واعش ايه شوي اكبر مني عمره 13 يطرد بينا يقول ما تلعبون هنا. يعني كان اكو دواعش عمرهم 13 سنه؟ ايه. يعني كان اكو صغار وياكم؟ صغار. ايه. وشايلين سلاح وهاي؟ شايلين سلاح رشاش. ايه. وثلاثه كانوا يم المي.
واحد هي أنا شايل رشاش وقادم شايلين رشاشات يطردون بالناس. هم احنا هي نجي نسبح بالفرام والدنيا حارة، كان برمضان كان هي نسبح عند في جسمنا يطردوننا بيريدون بس للمي الفرام. المي يقولهم يقول لك المي بس إنه ها؟ اي بس إنه. زين هسه ايش تتمنى؟ وين ترجع؟ أتمنى أرجع على المدرسة وأكبر وأصير وياكم. يعني وين تصير؟ بالحشد. بالحشد؟ هكذا عبر أطفال الموصل في ترحيبهم إلى مديرية الهندسة العسكرية.